أرسل النبي محمد صلى الله عليه وآله كتابا إلى الأسقف أبو حارثة يدعو فيه نصارى نجران إلى الإسلام. يا قوم اسمعوا يا قوم، محمد يدعوني إلى دينه الجديد. ماذا تقول يا أبانا؟ دينه الجديد؟ يدعوني إلى الإسلام أو دفع جزية. ماذا تقول له يا أبانا؟ ماذا تقول له يا أبانا؟ لا لا لا، لا بد لنا أن نفضح زيف دين هذا الرجل. نعم، وأمام قومه نبعث إليه وفدا نحاججه. نعم نعم، نحاججه. أعوذ بالله. وجاء وفد نجران إلى المدينة، يقودهم أبو حارثة وبقية الأساقفة والعاقب ومحسن. هؤلاء وفد من نجران. ياه، انظر انظر يا هذا، إنهم يرتدون ثيابا فاخرة. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وآله دار الحوار واتسع النقاش. يا محمد، إن عيسى ابن الله وليس عبدا، ليس عبدا من عبيده كما أنتم تقولون. إن عيسى ابن مريم ولد من دون أب، فهل رأيت إنسانا يولد من غير أب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وعندما وصل الحوار إلى طريق مسدود، نزل أمر الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله بالمباهلة. ماذا تعني المباهلة يا أبا ياسر؟ تعني أن يخرج الرسول والنصارى إلى الصحراء يدعون الله أن ينزل العذاب على الكاذب فيهلكه في الحال. موافق يا أبا القاسم، نلتقي بعد 3 أيام. وكان يوم اللقاء، حتى اجتمع الناس وحضر وفد من النصارى. انظروا، لقد حضر النبي صلوات الله وسلامه عليه، إنه فوق ذاك التل. ولكن يا ترى من هؤلاء الذين جاءوا معه؟ من هؤلاء هم أهل بيته. أهل بيته؟ وأحب الخلق إليه. أهل بيته. انظروا، ذاك ابن عمه علي، وهذان سبطاه الحسن والحسين، مع ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام. الله أكبر، الله أكبر. لقد جاء محمد بأهله، إنهم أحب الناس إلى قلبه. انظروا، انظروا ما هذا، ماذا يفعل النبي؟ لقد جثى والله كما جثى الأنبياء. إني لا أرى وجوها، لو سأل الله أن يزيل جبلا من مكانه لا زاله. لا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. يا أبا القاسم، اعفنا من المباهلة، دع لنا ديننا، نحن نعطيكم الجزية مقابل ذلك. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أسمعت الآية يا أبا ياسر؟ اللهم إني سمعت، نعم.
نعم سمعت الآية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه شرف وكرامة لعلي بن أبي طالب أن يكون هو نفس الرسول. هي إذا والله المنزلة العظيمة.